أهلا بكم من جديد. أكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن تعزيز البنية التحتية السياحية للمملكة يعتبر أحد أبرز الركائز الأساسية في استراتيجية الهيئة الرئيسية الهادفة إلى تنمية القطاع السياحي في المملكة. جاء ذلك لدى تدشين الشيخ خالد حفلة تجديد فندق الدبلومات راديسون بلو ريزيدنس أند سبا، حيث تم خلاله الإعلان عن الانتهاء من عملية تجديد جميع الغرف والتي يبلغ عددها 246 غرفة، وكذلك بهو الفندق والمطعم الرئيسي. وقد بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 7.4 مليون دينار، والذي يأتي ضمن خطة الفندق التوسعية التي تنتهجها شركة الفنادق الوطنية بغرض خدمة زبائنها بطريقة أفضل، وذلك تماشيا مع الطفرة السياحية في المملكة ومواكبة لمتطلبات السوق المتنامية. أسفر اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تزكية سمير ناس رئيسا لبيت التجار للدورة 29، وقد تمخض عن الاجتماع الأول للمجلس الجديد تعيين خالد نجيبي نائبا أول للرئيس، فيما نال محمد الكوهجي منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة. وفيما يخص مناصب هيئة المكتب، فقد كان منصب الأمين المالي لهيئة المكتب من نصيب عارف هجرس، فيما أكد الرئيس الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس للنشرة الاقتصادية أن العد التنازلي لمسيرة 100 يوم قد بدأ، وذلك من أجل وضع المسارات الخمسة موضع التنفيذ وقياس الأداء العام إلى جانب إطلاع الشارع التجاري بما يتم إنجازه. كما سيكون على عاتق اللجنة إيجاد ركائز العمل للسنوات الأربع القادمة. العد التنازلي ابتدى من اليوم، من تشكيل هيئة المكتب إن شاء الله، واليوم أول يوم إن شاء الله التحديات راح تبتدي، وهناك مسارات كثيرة إن شاء الله راح نبتدي فيها، خمس مسارات أساسية في هذا المئة يوم، والله يقوينا إن شاء الله. راح كثير من المسارات راح تبتدي في تقريبا متزاوية مع بعضها، وإن شاء الله الله يوفقنا في الموضوع. في هناك طبعا أول حاجة راح نعملها، في عندنا تشريعات وتدابير في بعض النصوص القانونية اللي تعمل تشكل عثرة على 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 أداء الغرفة، لذلك احنا في عندنا برنامج بإعادة النظر في بعض القوانين في النظام في القانون 48 في بعض البنود تحتاج مراجعتها. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية لقاء تعريفيا حول نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد تحت شعار دربك خضر. وقد هدف اللقاء إلى التعريف والتوعية بالنظام الجديد المقرر تطبيقه في الأول من أبريل المقبل، حيث تضمن اللقاء تقديم عرض توضيحي بشأن النظام والخطوات الجديدة لتخليص الشاحنات، وتسليط الضوء على المردودات الإيجابية التي ستعود بالنفع على حركة الشاحنات وتيسير الحركة التجارية عبر جسر الملك فهد. وبحسب النظام الجديد، ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي في نظام أفق، كما يطبق النظام على جميع الشاحنات فيما عدا آلية التحويل الآلي المباشر للبيانات الصادرة من المملكة العربية السعودية، وفي حال الإفساح مباشرة للشاحنات الفارغة والشاحنات المحمولة من قسم تفتيش الركاب بالمنفذ. الغرض من التخليص الجمركي المسبق هو استغلال الوقت في سرعة الإفساح، بمعنى أن الشحنة اللي جاية مثلا من دولة الإمارات الوقت المستغرق لعبور الأراضي السعودية هو المخلص يقوم بعمل بيان الجمركي، وبالتالي في حالة وصول الشاحنة إلى مملكة البحرين يكون وجودها في المنفذ البري هو مرحلة لعبور فقط، بمعنى أن الجمارك أنهت الإجراءات قبل وصول وسيلة النقل، وبالتالي يتمكن التجار من إدخال أكبر كمية ممكن من الشاحنات إلى مملكة البحرين. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
تصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت البورصة بانخفاض نسبته 0.19% عند مستوى 1333 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 7,323,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,680,000 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 111 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 74.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات الأسواق الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7840 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.2%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6662 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.37%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3149 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.78%، وكان الخسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. في خبر آخر، أصدرت الراجحي كابيتال تقريرا عن البنوك السعودية في الربع الأخير من العام الماضي، وكشف التقرير استمرار نمو القروض والودائع للبنوك السعودية بشكل أفقي بدون تغيير. كما قالت الراجحي كابيتال أن صافي الربح للبنوك في الربع الرابع ارتفع بنسبة 31% تقريبا على أساس سنوي، بينما سجل انخفاضا لشهر يناير 2018 بنسبة 4.3% على أساس سنوي. وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن حجم القروض حتى الآن تبعا لنشرة ساما التي ظهرت في شهر يناير وظهور بيان الميزانية ونتائج البنوك أظهر تفاعل السوق مع متغيرات السوق وعاد تقييم بعض الشركات. في الكويت، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي أنه يتم إعادة هيكلة القطاع الصناعي لخلق مدن متكاملة الخدمات من بينها مدينة الشدادية وهي مدينة صناعية متكاملة، ومدينة النعايم وهي مدينة صناعية ذكية ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي عبر هيئة تشجيع الاستثمار. وأوضح تقي في مقابلة مع تلفزيون العربية على هامش منتدى استثمر في الكويت أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي بالكويت تتضمن تحديث البنى التحتية حسب الأطر العالمية مع استهداف قطاعات البتروكيماويات والأغذية والطاقة البديلة. وأوضح أن النعايم ستكون أول مدينة ذكية تستخدم الطاقة البديلة وتستهدف صناعات الجيل الرابع من الصناعات وتشمل الروبوتات وتكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد. أول شيء إعادة جودة بناء البنية التحتية للمدن أو المناطق الصناعية الموجودة في الكويت، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة في المدن الصناعية القادمة أيضا راح تكون قطاعات جدا دقيقة لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني ولها قيمة مضافة عالية. اليوم احنا مقبلين على مدن صناعية جديدة متكاملة الخدمات مبنية على أطر عالمية بحيث انها تكون مهيئة انها تستقطب كل الصناعات العالمية بإنشائها وإقامتها وإدارتها وعملها على أساس نحقق مفهوم العائد على الاقتصاد الوطني بشكل الأفضل. فاليوم إعادة الهيكلة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة تويز أراس تبدأ بإغلاق كل متاجرها في الولايات المتحدة وتصفية مخزونها بأسعار منخفضة. أصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الاقتصادات العشرين بياناً في ختام محادثاتهم التي استمرت يومين في الأرجنتين. وفي ذات السياق قال القادة الماليون في بيان إن مستقبل الاقتصاد العالمي واصل التحسن منذ اجتماعهم آخر مرة في أكتوبر 2017. وفيما يتعلق بالتجارة، أعاد القادة الماليون التأكيد على النتائج التي تم التوصل إليها في قمة العشرين في ألمانيا في يوليو الماضي،
والتي تعهدوا فيها بمواصلة مكافحة الإجراءات الحمائية في التجارة بما في ذلك جميع الممارسات التجارية غير العادلة. في اليابان تعتزم هيئة الأوراق المالية تحذير منصة بينانس لتداول العملات الإلكترونية بوقف عملها بدون ترخيص في إطار الضغوط التي تواجه منصات تداولات العملات المشفرة عالميا. وكانت الحكومات في عدة بقاع حول العالم قد كثفت جهودها في التشديد على أسواق العملات الإلكترونية في الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف بشأن استخدامها في غسل الأموال والاحتيال والتهريب الضريبي. وتعتبر اليابان أكثر الدول نشاطاً في السعي لترخيص منصات العملات الإلكترونية بعدما صدر قانون في أبريل الماضي يمنح هيئة الخدمات المالية في البلاد السلطة القانونية للترخيص لمنصات تبادل العملات الإلكترونية. والآن نلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا بدأت شركة تويز أرس صاحبة سلسلة متاجر لعب الأطفال الشهيرة للتجزئة بإغلاق كل متاجرها في الولايات المتحدة وتصفية مخزونها بأسعار منخفضة تمهيدا للإغلاق الكلي لهذه المتاجر. ويمثل إغلاق الشركة ضربة لأجيال من المستهلكين ومئات من صانعي لعب الأطفال الذين باعوا منتجاتهم في فروع السلسلة في الولايات المتحدة مثل شركة ماتل منتجة الدمية باربي وهاسبرو المختصة في ألعاب الطاولة وليجو. وأعلنت الشركة أنها تسعى إلى الحصول على موافقة لتصفية مخزونها في متاجرها في الولايات المتحدة التي يبلغ عددها 735، ويتوقع الدائنون أن تغلق أبوابها بحلول نهاية السنة. وأضافت أنه بالنسبة لعملياتها في آسيا ووسط أوروبا ستواصل الشركة إعادة الهيكلة في حين ستستمر بأعمالها في بريطانيا. نهاية جولتنا الاقتصادية ونذكر بأبرز ما جاء فيها. هيئة البحرين للسياحة والمعارض تؤكد أن تعزيز البنية التحتية السياحية للمملكة ركيزة هامة من استراتيجيتها لتنمية هذا القطاع. غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظم لقاء تعريفيا حول نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد. تقرير اقتصادي يؤكد استقرار القروض والودائع في البنوك السعودية بالربع الرابع من العام الماضي. والكويت تستعد لبناء مدينة صناعية ب 6.6 مليار دولار ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع الصناعي في البلاد. ختام نشرتنا الاقتصادية قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ونرحب دوما بتواصلكم معنا عبر بريدنا الإلكتروني bizdnews@info.gov.ph. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.